وأرجو منك يا محمود يا ابني أن تراعي أحاسيس أمك النفسوية، ولا تتركها وتسافر وتسيبها في حالة يرسم لها. يا ولية، بقى في أب يكتب كلام زي ده في جواب لابنه؟ أمال مين اللي يقول الكلام ده غير الأب يا ست رجاء؟ 20 سنة وأنا عايشة من غير راجل، من غير جوز يا أبو عيال، عاملة نفسي راجل بره البيت وأم جوه البيت. تعبت أنا اليومين دول، محتاجة له قوي. طب وديكي قاعدة بتكتبي في جوابات بقالك 20 سنة وكأنه موجود. يا ولية عيالك كبروا، مش خايفة يعرفوا كل حاجة؟ هيعرفوا منين؟ ما الجواب بيوصل لهم كل شهر يصبرهم للشهر اللي بعده. وديني بقول إن الجوابات بتوصل عن طريق سيادة اللواء. اكتبي ملحوظة للبيت لبنى مقصوفة الرقبة. ملحوظة؟ ها؟ من البيت للجامعة ومن الجامعة للبيت. بيت. بلاش تركب العربية مع حد وتقولي ده زميلي في الجامعة. بلاش صرمحة وقلة أدب. بلاش صرمحة وقلة أدب. ها، في حاجة تاني؟ كتر خيرك، اقفل الجواب بقى. اقفل الجواب بقى؟ جرى ايه يا أم محمود؟ راجل وباعت جواب لعياله. أم عياله دي ما ينبهاش كده كلمتين حنينين؟ طب اسبكيها بقى. طب اكتبي شوية كلام رومانسيكي كده. بحبك يا موجة، وحشتيني يا بنت، نفسي نفسي ومن عيني أخدك في حضني. حبيبي زرت يوما أيكعو. إيه؟ أيكعو؟ بلاش تطش الكلام قوي كده. أهو كلام يا ست رجاء، خلينا نحلم. طب يلا يلا، أديني كتبتلك الجواب علشان تقري لي الفنجال بمزاج وسلطانة كده. لو أنا ببلاش النهاردة، مليش مزاج. ليه؟ كفلة الشر في إيه؟ هنروح بقى يا ماما. هخلص اللي في ايدي وهنروح على طول. طب يلا يلا يا حبيبي، اطلع العب بره عبال ما ماما تخلص. اطلع يا ماما. اطلع يا دنايا. حاضر يا ماما. ها، خير يا مهجة؟ في ايه؟ والنبي يا ست رجاء، الزمن مغلبني، اهل الحارة مد بإني في الرايحة والجاية، والبت مش قادرة عليها، وكلكم ومحمود دنايا. عاوز اسافر يا ماما، عاوز اسافر يا ماما، سنة واحدة يا ماما. وماله، ما تخليه يسافر، ما انت واخده على كده. وبعدين الواد لازم يطلع لابوه. من السفر ومن ابوه. كلمه قالها لطفي الجنايني، قال لي مسافر سنه وبقاله 20 سنه، تقوليش يا اختي فرق توقيت؟